مساء الخير، حسب وقتكم وظروفكم في أي مكان. أهلا بأصحابي الأعزاء، أصدقائي المتابعين. احنا بقى النهاردة قررنا، بما أن الخروج بقى قليل والسفر بقى نادر، أن احنا نعمل شوية مشويات كده على الروف. طلعنا الروف عندنا في البيت، الزرع ده موجود عليك، الوقت الجميل ده موجود عليك على الروف، مجموعة شجر كده حلوة. وكمان هنعمل بقى حاجة ايه غريبة شوية تتعمل في البيت. طبعا المشويات العادية دي بنعملها كلنا، الفراخ والكفتة واللحمة الكباب والمشويات العادية بنعملها كلنا. احنا بقى قررنا بعد ما نشوي الفراخ او اللي هنعمله، يعني ان احنا نشوي كمان ذرة. الذرة بقى بتاع الصيف، وكنا بنخرج زمان واحنا خارجين نتمشى نلاقي اللي بيشوي الذرة على الفحم في كل مكان في الشارع، هو طبعا والتين الشوكي. طبعا دي حاجات دي معروفة في مصر، لكن ممكن برضو تكون معروفة في بلاد التانية. هنشوي ذرة في البيت على الفحم برضو. تعالوا كده نشوف هنبتدي بإيه الأول. أكيد هنبتدي بالأول المشويات اللي احنا هنعملها على خفيف كده وعلى السريع، ونقضي مع بعض أوقات إن شاء الله تبقى حلوة. تعالوا كمان أوريكم حاجة، شكل الشارع بتاعي وأنا فوق في الروف وأنا بعمل المشويات. انا رحت بره على السور بتاع الروف فوق عشان اوريكم الشارع بتاعنا. ايه رايكم في الناحيه التانيه كمان عشان تبقوا قاعدين معايا في الروف وفي نفس الوقت؟ بس للاسف مش هتاكلوا معايا، معلش بقى المره الجايه. ايه رايكم شويه كده وهنروح نشوف النار نولعها، نجهز المكان الشواية عشان نبدأ الباربيكيو، حفلة الشواء. خلاص الفحم جاهز دلوقتي، حطيت قطع فراخ وقطع فراخ فيليه البخلية على النار، ابتدت تستوي اهي في منتهى الجمال، ريحة بقى رهيبة. التتبيلة طبعا كل واحد بيتبل زي ما هو عايز، بس احنا التتبيلة بتاعتنا بقى حاجة ما حصلتش بقى، خلطة كده من البصل والطماطم والفلفل الحراق ودبس الرمان والخل والليمون وحاجات كتير قوي مع بعضها مضروبة في الخلاط. بنحط فيها قطع الفراخ ونسيبها مثلا ساعة على الأقل، وبعدين نبتدي نشويها. النار هادية طبعا عشان تستوي كده من جوه ومن بره. بعد ما نخلص بقى شوي الفراخ وناكلها، هنرجع بقى نشوي الذرة، اللعبة بقى بتاعت النهاردة، اللعبة الجديدة. نستنى بقى وناكل وبعدين نرجع تاني. وصلنا مرحلة الذرة. مين عاوز بقى ذرة مشوي؟ الذرة المشوي، ايوه الذرة المشوي. مين عايز ياكل ذرة مشوي معانا؟ حالا هشويه. واستوى الذرة، استوى بقى جميل. بس عامل ازاي؟ زي اللي الراجل بيعمله بالظبط. دورة ده ولا مش دورة؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس. طبعا دورة. قضينا وقت ظريف من غير ما نخرج بره البيت، مضطرين طبعا. عملنا المشويات وعملنا الدورة المشوي، مش ناقص احنا نجيب جين شوكي ونبقى قضينا الصيف كله عروف. خلص الذرة، شوية الفحم الصغيرين دول بقى هنستفيد بيهم، هنعمل بيهم أروع كوباية شاي ممكن نشربها، معروفة يعني الشاي على الفحم. شوية مية كده صغيرين، الكنكة دي بتاعت الشاي اللي بتعمل هنا، عشان محدش يعني يقول لي الكنكة لا، دي عشان الفحم معمولة عشان كده. هنشوف كده بقى شوية شاي حلوين قوي نقفل بيهم بقى على المشويات والدورة الجميلة اهو، وتمام التمام. واحلى كوباية شاي عروف معمولة على الفحم
في الخمسينة، بس خمسينة كبيرة شوية، مع الزهور الجميلة في الهواء الممتع بتاع الروح. اتفضلوا معانا، شكرا للمتابعة، مع السلامة.